فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقفنا في الحلقة الماضية عند قول عند بيان قول الله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، إلى قوله: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وأن متابعتهم في هديهم من اتباع ما يهوونه وتركها معونة على ترك ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما زلنا في الكلام على قوله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أمر الله نبيه أن يحكم بين الناس من يهود ونصارى ومسلمين وكل من تحاكم إليه، أن يحكم بينهم بما أنزل الله، لأنه هو الشرع المطهر وهو الذي تطمئن إليه القلوب والنفوس، ترضى به نفوس المؤمنين، وهو الذي يقطع النزاع وينهي الأهواء، لأنه من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لا تتبع أهواء اليهود أو النصارى فتحكم لهم بما يرضيهم ويوافق رغباتهم، بل احكم بينهم بما أنزل الله عز وجل. وهذا عام في كل نزاع سواء كان بين اليهود والنصارى أو غيرهم، ولا تتبع أهواءهم، فدل على أن من أعرض عن الكتاب والسنة فإنه متبع لهواه، وأن من تحاكم إلى الكتاب والسنة فإنه متحاكم إلى الهدى، وماذا بعد الحق إلا الضلال. عما ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وبينا هذا في الحلقة السابقة. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، لو شاء الله لم يختلف الناس وجعلهم كلهم على دين واحد، ولكنه أراد أن يختبرهم وأن يجعل لإرادتهم ومشيئتهم دور في أعمالهم وفي أقوالهم وفي تدينهم. فمن كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو السعيد، ومن كان هواه تبعا لرغباته وشهواته فهذا هو الشقي. وليتميز هذا من هذا، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم.